الشرطة المصرية تلقي القبض على المطرب الشعبي المصري عمر كمال وثلاثة فنانين آخرين. تسبب حفل زفاف أقيم في مصر وتحديدا في محافظة الإسماعيلية بضبط المطرب الشعبي المصري عمر كمال وثلاثة آخرين من مطربي المهرجانات الشعبية واقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في المشاركة بإحياء الحفل وسط تجمعات كبيرة من المواطنين. واتخذت السلطات المصرية قرارها بالتحرك نحو الحفل وفضه بالقوة بعد ثبوت مخالفته للإجراءات الاحترازية التي يفرضها المسؤولون لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، كما أمرت السلطات بضبط وإحضار المطرب عمر كمال وثلاثة آخرين من مطربي المهرجانات الشعبية شحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لمشاركتهم في الحفل. وبحسب ما جاء في قرار النيابة العامة فقد تم ضبط عمر كمال والمغنيين شحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة للمسؤول أمام النيابة للتحقيق معهم، بينما كشفت التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة في مصر مشاركة الفنانين في حفل زفاف عبر أداء فقرات فنية بالإسماعيلية الأسبوع قبل الماضي، وكانت قد وجهت النيابة العامة الأسبوع الماضي بإجراء تحريات لتحديد هوية المطربين والفنانين الذين أحيوا ذلك الحفل، ووجهت بسرعة القبض عليهم بعد خضوع العريس صاحب الحفل ووالده للتحقيقات معهم كونهم المسؤولين عن إقامة الحفل وتجمع المواطنين. وكانت قد تمكنت قوة أمنية الأسبوع الماضي من فض حفل الزفاف وتحرير محضر للعريس، وطلبت نيابة الإسماعيلية برئاسة المستشار وليد جمال المحامي العام الأول لنيابة الإسماعيلية حضور العريس بعدما تلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية اختارا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية يفيد بتلقي مركز الشرطة معلومات عن وجود تجمع بفرح نجل أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية بحضور بعض لاعبي نادي الإسماعيلية وعدد كبير من مشاهير وفنانين ونجوم كرة القدم ونجوم المهرجانات عمر كمال وكزبرة وحنجرة. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وقامت بفض الفرح وعمل محضر بالواقعة. وأكد مصدر أمني وقتها أن الفرح أقيم في أوقات حظر التجوال، كما شهد الفرح تجمع عدد كبير من الشخصيات في مخالفة لقرار منع التجمع في ظل الإجراءات التي تتخذ للحماية والوقاية من كورونا. وقررت النيابة حبس نجل رجل الأعمال بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب قيامه بإقامة فرح بفيلا والده بقرية النورس المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.